يا أهل المعبيلة، يا أهل مسقط، أنت عندكم شيء والله أني ما شفته إلا في المملكة العربية السعودية. هذا الشيء اللي بوريكم الآن ما شفته إلا في السعودية. مطعم السفرة البخاري بعد الأفرع الكبيرة والكثيرة في المملكة، يول المعبيلة لمسقط وافتحها. وإيش الأكل وإيش الأسعار؟ أقربوا يا هالمسقط. طاعم السفرة البخاري هذا الفرع الوحيد في السلطنة، 10 أفرع في السعودية. وين مكانه؟ هذا بدر السماء، خلاص الدوار الصفا عرفتوه، ها؟ بدر السماء اللي في المعبيلة، وانتوا جايين من الإشارات بعد الجامع مباشرة، معروف هذا بدر السماء، هذا الدوار، ارجع ودش. هذا رايح وين؟ هذا رايح وين؟ يا الله يا الله، الدجاج الشواي وركن، الله، وركن المشاوي اللي قاعد يمر فريش، والشاورما والشغل ومنطقة الشوي. هذا اللي شفته في السعودية أنا. هذا العيش هنا؟ هذا هنا؟ ها؟ يا الله يا الله، كل يوم بيكم أنا، كل يوم بيكم. حرك حرك حرك، يا الله، صراحة شيء كل حاجة فريش. وهني الرز، افتح الرز، بس افتح الرز، افتح شوية بس الرز. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي على البخاري. هذا صحن لحم بخاري اللي ما بيتحمله قلبك ولا عينك مع الحركات ومع الزبيب ومع الشغل الطيب. وهذا اللي يجي مع الدياي على الفحم، أبا أبا أبا. هذا مع الدجاج الشواية، يا سلام يا سلام. وهذه يسموها مسقعة باذنجان، واللي يحبون الفطاير الأفغانية حصرية عندهم. وطبعا المشاوي الفريش مع المتبل مع الحمص، صالونة لحم اسمها إدام لحة، هذا ضرورة الإدام لحة. هذه أيضا صالونة الدياي. طبعا الحلويات عندهم الكنافة، ورش لك شوية من السكر، وعندهم الجيلي، وهذه المهلبية. يا جماعة، هذا الأكل اللي أنا أدوره زحمة في السعودية عليه، طابور طابور. الحين بنزل لكم على الريوق على الفطور. استلم أنت، بس استلم الشكشوكة، عينك على الشكشوكة يا حبيبي، أتيك فهتاوة فريش. وهذه أكلة مشهورة في اليمن اسمها لحسة، ها؟ مشهورة بالسعودية، مشهورة يا ربي. هذا شو فيها؟ هذه هين الخبز، هين الخبز عليها، هذه هين الخبز. جرب اللحسة، ها؟ وهذا الخبز التندوري. بسم الله الرحمن الرحيم. قول بسم الله. بسم الله بسم الله. ها، اما هذه المعصوبه بعد ما تاكل الملح والعيش، ان ما اكلت المعصوبه انت اسمح لي، سوري، ما تفهم في هالاكل. ابو زيد، شوف صحن الشاورما، شوف كيف، ها؟ ها ابو زيد، طبعا عندهم بديل المقاطعة إذا بغيتوا المشروبات الغازية. وعلى فكرة ترى الفطور من 6 الصبح إلى 11 الضحى، وبعدين عاد ينزل لكم الغداء والعشاء. سكرون يسكرون الساعة 12 بالليل. ياتي 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 ياتي، هذا إيش؟ عريكة. عريكة عبارة عن إيش؟ عبارة عن معصوب بس فاخر. أوه 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 أوه. يا رب، خضك خضك ويا رب. أعطيني رأيك بكل صراحة، هذا شغل ملكي، شغل ملكي. ها، سحب شباب. فريق مطاعم السفرة البخاري يترياكم من 6 الصبح إلى 12 بعد منتصف الليل في المعبيلة. سلام، وبحط لكم صورة فيها رقم التليفون.